مدبولي يستعرض مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم قطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد. الرئيس العراقي يلتقي الكاظمي. الرئيس العراقي الكاظمي يلتقي رئيس الوزراء الكاظمي ويؤكد أهمية الحوار الجاد للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية. وكالة الطاقة الذرية تؤكد عمل أنظمة الأمان في محطة زابوريجيا وتقول إن النشاط الإشعاعي ضمن نطاقه الطبيعي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات. كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتداعيات الأزمة العالمية وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. كما اطلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء أطلعه أيضا على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط بكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 40 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3269 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 44 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,412 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,322 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,700 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط ما يزيد على 38 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 4,226 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يزيد على 7 طن، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 610.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,544 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 640.5 طن، كما تم ضبط 193 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 392 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 49 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.
وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 991,439 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 279,935 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,059 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 206 سائقا منهم. كما تم المرور على 49 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 165 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين عدم مطابقة 9 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 335 سيارة و59 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 18,956 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,163 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,442 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,882 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,976 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,897 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83,241 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 69,905,811 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و154 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 39 قضية بقيمة مالية بلغت 110,479,018 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,722 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,654,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,105,009 جنيهات. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية وغير غذائية. في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 48
40 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 82 طنا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية، من بينها 133 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ كوب 27، توجه إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا والذي تستضيفه الجابون، كما يلتقي مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية. نتحول إلى تطورات الملف العراقي، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية. خلال لقاء جرى في قصر السلام في بغداد، أكد الجانبان ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة الراهنة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية اعتماد الحوار وصولا لحلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات المطلوبة التي تواجه البلاد. جاءت تصريحات الرئيس العراقي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وبحث الجانبان تطورات الوضع السياسي في العراق وسبل الخروج من الأزمة القائمة، وذلك عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات المطلوبة. عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات بين الميليشيات التي تتبع الحكومة الليبية المنتهية ولايتها. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر والوقف الفوري للعنف في طرابلس. شدد غوتيريش على عدم استخدام القوة لحل الخلافات، كذلك ضرورة حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات. أدانت فرنسا الاشتباكات التي وقعت في الأيام الأخيرة في طرابلس الليبية والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والدمار. وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر، حثت السفارة الفرنسية جميع الأطراف على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من عام 2020، معربة عن تشجيعها لجميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والانخراط في حوار لتخفيف التوترات والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها. أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات مسلحة أدت إلى وقوع العديد من الوفيات والمصابين بين المدنيين. دعا البرلمان العربي في بيان له جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنا للدماء والعودة للحوار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي. كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار في ليبيا. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر بإجراء الانتخابات البرلمانية في 29 من سبتمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي في 2 من أغسطس الجاري.
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الدولية من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد. أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية مع بريطانيا، مؤكدا انفتاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، وذلك وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تم التوافق حول العديد من القضايا التي جرت مناقشتها خلال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8. في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة تيكاد 8 المنعقدة بتونس، شدد قيس سعيد على ضرورة حصول المواطنين الأفارقة على حقهم في التعليم والصحة. إعلام تونس أكد على الأمن الإنساني في بعضه الشامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتنمية بشرية والرأس المال الحقيقي الذي لن ينتهي ولن ينضب أبدا هو الرأس المال البشري. لذلك أركز مرة أخرى على التعليم، على التربية، وعلى تمكين كل الشعوب من حقها في التربية وفي التعليم وفي الصحة والمعرفة التي يجب أن نتساوى فيها جميعا. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت ورشا في مصنع يقوم بإصلاح طائرات الهليكوبتر وذلك بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الروسية تدمرت أيضا منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية التي تقوم بتزويد الجيش الأوكراني في منطقة دونباس بالوقود. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن أنظمة الأمان في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تعمل، مضيفا أن النشاط الإشعاعي ضمن النطاق الطبيعي، فيما أبلغت كييف الوكالة بتعرض المحطة للقصف مجددا. يأتي ذلك فيما أعربت السلطات في منطقة زابوريجيا عن استعدادها لأي تطورات قد تقع في المحطة النووية، وأوضحت أنها وضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا لا تريد الاعتراف بمخاطر الإشعاعات النووية في محطة زابوريجيا.
ذكرت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي أنها سلمت أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوريجيا، وذلك في 25 من أغسطس الجاري. وقالت البعثة الروسية إنها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية للمحطة، مشيرة إلى أن مستوى الإشعاع في المحطة وفي محيطها ضمن النطاق الطبيعي. طلبت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في أوكرانيا دينيس براون المجتمع الدولي بالحصول على ضمانات من روسيا للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإيصال مواد الإغاثة عبر خطوط القتال بين الروس والأوكرانيين. أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تتفاوض باستمرار للتحرك عبر الخط الذي يفصل بين الأطراف المتصارعة في أوكرانيا، وذلك لإرسال مواد الإغاثة، معربة عن أملها في أن توفر موسكو الضمانات الأمنية لذلك. وحذرت المنسقة الأممية من خطورة الموقف مع اقتراب الشتاء في وقت يحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص في أوكرانيا إلى مساعدات إنسانية. أعلن مركز التنسيق الخاص بالحبوب الأوكرانية أنه قد سمح لسبع سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا، وذلك في إطار اتفاقية غذائية متعددة الأطراف. كانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقية في 22 من يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، وذلك مقابل سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانٍ بما في ذلك ميناء أوديسا. أكد المنسق الأممي لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير عبد الله أكد أن صادرات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية التي يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تجاوزت المليون طن متري. أشار المنسق الأممي إلى أنه بينما تغطي هذه الاتفاقية العمليات التجارية لاستئناف الصادرات، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمية أيضا من استئناف شراء القمح الأوكراني لعملياته الإنسانية. وأكد المنسق الأممي أن مبادرة حبوب البحر الأسود قد وفرت بعض الأسلحة في الصوامع الأوكرانية لاستيعاب الحصاد الجديد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وضع الاقتصاد الأمريكي يبدو جيدا، لكنه أشار إلى أن واشنطن أمامها طريق طويل للتعافي الاقتصادي. وأظهرت بيانات ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في شهر يوليو بشكل طفيف، مما قد يقلل من حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 3/4 أخرى الشهر المقبل. توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لتصل إلى 5000 يورو قبل نهاية العام الجاري. يأتي الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي على خلفية اقتراب فصل الشتاء وحاجة الدول الأوروبية إلى ملء مخزونات الغاز لديها لتلبية الاستهلاك خلال الأشهر القادمة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة. أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن هناك صدمة هائلة تلوح في أفق اقتصاد بلاده، مشيرا إلى الحاجة لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة قصوى. دعا وزير المالية الألماني للإسراع في عملية الإصلاح بسوق الكهرباء، منتقدا الارتفاع القوي لأرباح مشغلي توربينات الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. من جهته قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن مخزونات الغاز الطبيعي للشتاء ترتفع بشكل أسرع مما كان مخططا له، على الرغم من عدم اليقين
بشأن الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي من روسيا. أكد المستشار النمساوي كارني هامر على ضرورة وقف ما وصفه بالجنون الحاصل في أسواق الطاقة مع فصل سعر الكهرباء عن أسعار الغاز وتقريبه من تكاليف الإنتاج الفعلية، وشدد على ضرورة عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقرير سعر الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح نهامر أن الحكومة تراقب بقلق القفزات المستمرة في الأسعار في سوق الطاقة، متعهدا بتوفير إمدادات الطاقة اللازمة دون أي أزمة وضمان توفير احتياجات جميع المنازل والشركات. هذا وتبدأ الحكومة النمساوية في أول سبتمبر المقبل صرف مكافأة بدل غلاء لكل مواطن تبلغ 500 يورو للبالغ و250 يورو للطفل لمرة واحدة، وذلك بهدف مساعدة الأسر على مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز، فيما دعا اتحاد النقابات العمالية النمساوية لفرض ضرائب أكبر على الأرباح الزائدة للمستثمرين والمشغلين في قطاع الطاقة. توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حدوث ارتفاعات كبيرة في فواتير الطاقة. قال جونسون إن العمليات الروسية في أوكرانيا تكلف المستهلكين البريطانيين كثيرا. كانت الهيئة البريطانية لتنظيم الطاقة قد أعلنت عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وعدت الحكومة الفرنسية بعدم السماح لأسعار الطاقة بالانفجار في وجه الأسر، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد، ووصلت أسعار الكهرباء في فرنسا إلى أكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات للساعة مقابل نحو 85 يورو لكل ميجاوات للساعة قبل عام. قنبلة باتت على وشك الانفجار في وجه الأسر، هكذا باتت أزمة الطاقة تمثل تحديا كبيرا للحكومة الفرنسية بعدما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل حاد. رئيسة الحكومة إليزابيث بورن حاولت طمأنة الفرنسيين قائلة إن الحكومة ستخفف الزيادات خلال الفترة القادمة، معلنا عن تقديم مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال إن الشهور المقبلة ستكون صعبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقال متحدث حكومي الأسبوع الماضي إن فرنسا لن تتمكن من التمسك بأسقف أسعار الطاقة لمدة طويلة لمساعدة الأسر الفقيرة، وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به نهاية هذا العام، وما إذا كانت ستبقي الدعم على الوقود. هذا وارتفعت الأسعار بشكل الانحاد في الأسواق مؤخرا، حيث حطمت أسعار الكهرباء رقما قياسيا في فرنسا ووصلت إلى أكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات للساعة مقابل نحو 85 يورو لكل ميجاوات للساعة قبل عام. كذلك وصلت أسعار الغاز هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية ببلوغها أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات للساعة، وهو ما يضع الأسر في مواجهة صعبة مع قدرتهم على دفع فواتير الطاقة. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مستنقع الركود التضخمي لفترة من الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الإنتاج وبمعدلات قوية. هذا وتواجه الصناعة في أوروبا مشكلات بسبب ارتفاع أسعار الغاز. يواجه العالم الكثير من التحديات، ومن أصعب هذه التحديات التضخم الذي اجتاح العالم بأكمله، بداية من تداعيات أزمة كورونا وصولا للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قال إن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مستنقع الركود التضخمي لفترة من الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الإنتاج بمعدلات قوية، وأشار إلى أنه من الصعب الخروج من التضخم المصحوب بالركود. وأكد البنك الدولي أن التضخم المصحوب بالركود يعني تضخما أعلى مما نريد ونموا أقل، معبرا عن قلقه فيما يتعلق بالدول النامية والأشخاص ذوي الدخول المنخفضة.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة، وحذر من أن الاقتصاد العالمي ربما يكون على شفا الدخول في ركود كبير. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي على مستوى العالم سيتباطأ إلى 3.2% العام الجاري، وهو أقل من 3.6% توقعها الصندوق في أبريل الماضي و 4.4% في يناير. أرباح الشركات الصناعية الصينية تراجعت بنسبة 1.1% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.8% حتى نهاية يونيو الماضي، حيث يواصل الاقتصاد صراعه مع اضطرابات كورونا والركود المستمر في قطاع العقارات. هذا وأكد المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية في الصين تراجعت إلى 4.9 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يوليو. أظهرت أرقام رسمية أن 20% من شباب المدن بالصين تعطلوا عن العمل الشهر الماضي. هذا ويزيد من صعوبة الوضع انضمام نحو 11 مليونا من خريج الجامعات حديثا إلى سوق العمل هذا الصيف، في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي إلى 4.1% في الفصل الثاني بمعدل سنوي، مسجلا أدنى مستوياته منذ عامين. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. أكثر من 1000 حالة وفاة حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان. أعلن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان. وأوضح كيربي أن عبور السفينتين مضيق تايوان يشق تماما أو يتفق تماما مع سياسة محيط هندي وهادئ مفتوح وحر والتي تتبعها الولايات المتحدة، مؤكدا أن عبور السفينتين للمضيق تم التخطيط له منذ مدة طويلة ويتوافق مع سياسة الصين الواحدة، وأن الأمر يمثل رسالة واضحة بأن الجيش الأمريكي سيواصل الإبحار والطيران وفق القانون الدولي. وهذا ما يجب فعله، والصين لديها نفوذ على بيونغ. من جانبها أكدت وزارة الدفاع التايوانية علمها بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر المياه الدولية في مضيق تايوان. أضافت الوزارة أن السفن الحربية الأمريكية تقوم بعمل دورات روتينية وشهرية عبر الممر المائي الفاصل بين تايوان والصين على مدار العامين الماضيين. على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 23 طائرة صينية وثماني سفن صينية تنفذ أنشطة حول تايوان في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. سفينتان حربيتان تجتازان مضيق تايوان في أول خطوة أمريكية من نوعها منذ التصعيد العسكري الصيني بمحيط الجزيرة. البحرية الأمريكية التي أكدت أن تحركاتها بمضيق تايوان تأتي في إطار أحكام القانون الدولي، لفتت أيضا إلى أن عبور السفينتين يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي، بعيدا عن السيطرة المنفردة لبكين والتي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها. القوات الأمريكية تشدد كذلك على حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصين وتايوان، بما يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. وفي المقابل حذرت بكين من أن كل التحركات مراقبة عن قرب، وسيتم الرد الحاسم على أي استفزازات. التوتر بلغ ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي في مطلع أغسطس الجاري إلى تايبيه، مما أثار رد فعل غاضبا من بكين التي نظمت على إثر هذا أكبر تدريبات عسكرية لها في محيط الجزيرة.
كورت كامبل منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادي ومستشار الرئيس جو بايدن اعتبر أن بكين استغلت زيارة بيلوسي لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار للخطر، بينما تؤكد بكين أن الإجراءات الأمريكية هي خرق واضح لمبدأ الصين واحدة بما فيها جزيرة تايوان. بلغت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان منذ بداية فصل الخريف 99 حالة وفاة و93 إصابة، وقد سجلت السلطات انهيار أكثر من 23700 منزل انهيارا كليا في جميع أنحاء البلاد، فيما تأثرت أراض زراعية بلغت مساحتها أكثر من 2000 فدان بمياه السيول. أعلن والي الخرطوم ارتفاع منسوب النيل بشكل كبير بسبب السيول والأمطار، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تعمل على تصريف مياه الأمطار من أحياء العاصمة. غرف العمليات الموجودة ستكون متابعة للحالة أول بأول، وغرف عمليات موجودة على مستوى وزارة البنى التحتية ومستوى المحليات السبعة في ولاية الخرطوم، وعلى مستوى 112 وحدة إدارية موجودة على مستوى ولاية الخرطوم، كلها فيها غرف عمليات تتابع أول بأول. نحن أيضا في جانب آخر في الاستعداد لفصل الخريف والتعامل معه، وزارة الزراعة أيضا قامت ببرنامج لنثر البذور للاستفادة من المياه الموجودة المتاحة والاستفادة منه في أعمال الزراعة، وهذا وجه مشرق، كما أيضا يتم التعامل مع المياه في عمليات حصاد المياه الموجودة في مناطق شرق النيل بصفة خاصة. هذا وقد لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو في باكستان، وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من 80,000 هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3,400 كيلومتر من الطرقات وجرف 149 جسرة. أعلنت هيئة الغابات الفيدرالية الروسية إخماد كل حرائق الغابات شرقي البلاد، وأوضحت الهيئة أن آخر الحرائق المشتعلة كانت في منطقة ياكوتيا وذلك قبل إخمادها، مؤكدة أنه مع مرور السنوات انخفضت رقعة المناطق التي تشهد حرائق الغابات في أقصى شرق البلاد بمقدار 3.8 مرة. شهدت القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطا بقرى مركز بسيون توقيع الكشف الطبي على 7465 حالة وتحويل 361 مريضا إلى مستشفيات طنطا الجامعي لتلقي العلاج. أكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية والتوعوية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا داخل محافظة الغربية، وتطبيق شعار قافلة كل يوم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى. وصلت القافلة الطبية بإحدى قرى مركز أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي. وتشمل القافلة الطبية جميع التخصصات، وأجرت القافلة الكشف الطبي على حوالي 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية خلال يومين، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين. بتقوم طبعا فعاليات القافلة من خلال فريق طبي متميز من مختلف التخصصات، بيبقى معانا من 8 ل 12 تخصص مختلف، بنغطي في الشهر في حدود 8 قوافل، الثمان قوافل دول بيبقوا في حدود بنخدم في حدود من 14 ل 17 ألف مواطن شهريا. بيبقى الفريق الطبي ده معاه فريق كامل من التمريض على مستوى عالي لضمان تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين. احنا النهاردة بنمر في القوافل بتاعت حياة كريمة المبادرة الرئاسية، هنا بنصرف الأدوية بعد الكشف والتحاليل للمرضى،
عندنا مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من الأدوية، سواء الكرونيك أو الأكيوت، الحالات الطارئة وبعض الأدوية من الحالات الأمراض المزمنة. برضو بعض الحالات بتحتاج تحويل، ما بيكونش محتاج عملية، محتاج تحليل أكتر، فحوصات أكتر، بتتحول للمستشفيات العامة. وصلت مديرية الصحة في أسوان إطلاق القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة. قامت إحدى القوافل العلاجية بزيارة قرية العلاقي، حيث تم توقيع الكشف على المواطنين وتم صرف العلاج بالمجان. الكشف والعلاج بالمجان بيتوجه المواطن في الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي أو محتاج تحليل معين أو أشعة عادية بيعملها عندنا في القافلة بالمجان. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصول القافلة في وحدة طب الأسرة بالعلاقي وقرشة وبمضارة حياة كريمة، ومنها 10 تخصصات بالمجان، ونشكر جميع العاملين والقائمين على هذه القافلة. أعلنت وزارة البيئة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بمركزي زفتة وسمنود بمحافظة الغربية لتجميع ونقل المخلفات البلدية بتكلفة مالية قدرها يصل إلى 31 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة السليمة والأمنية للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها، والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات. شهدت محافظة الإسكندرية تدشين أول فرقة دمج للفنون الشعبية والاستعراضية على مستوى الوطن العربي. يهدف إنشاء هذه الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية. يعد تمكين أصحاب الهمم ودعم قدراتهم وتنمية مواهبهم أولوية تعمل أجهزة الدولة المختلفة على تحقيقها، وفي خطوة تؤكد التحول الكبير نحو التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة، شهدت الإسكندرية تدشين أول فرقة دمج للفنون الشعبية والاستعراضية على مستوى الوطن العربي. إحنا الهدف من الفرقة أن إحنا نعمل دمج لمتحدي الإعاقة في مجال الفنون الشعبية وتسليط الضوء على إبداعاتهم، وفي نفس الوقت نعمل ترويج السياحة والتبادل الثقافي بين الشعوب. الفترة اللي جاية إن شاء الله إحنا عندنا رؤية إن الفرقة إن شاء الله تعمل عروض على المستوى المحافظات، يعني ويبقى ده ترويج سياحة محلية، وعندنا تطلع أكبر يبقى فيه سياحة ترويج سياحة خارجية. حفل تدشين الفرقة شهد تقديم عدد من العروض الفنية والاستعراضية، حيث لاقى العرض تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين. ويهدف إنشاء الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية من خلال عملية دمجهم في المجتمع باعتبارهم عنصرا فاعلا ونشطا. والآن نتحول في نشرة السادسة لأهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم ريهام الديب ومحمد عبده. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 28 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب. ودعا الخبراء خلال الورشة بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج. تبدأ الحكومة صرف الزيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية بواقع 37 مليون مواطن من المستفيدين بالبطاقة التموينية. كما حددت الحكومة آلية صرف كمية السلع لكل أسرة
بقيمة الزيادة الشهرية والمحددة ب100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، وصولاً ل300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر. تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، تبدأ الحكومة صرف الزيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية بواقع 37 مليون مواطن من المستفيدين بالبطاقة التموينية باعتبارها الأسر الأكثر استحقاقاً للدعم، وذلك بداية من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر. تم توفير جميع السلع منظومة التموينية على المنظومة الجديدة 29 سلعة، 4 سلع مضافة خلال ذلك الشهر، التونة والمربى والدقيق والطحينة اضافوا على المجموعة الـ 25 بقت 29 سلعة متواجدين في المنظومة التموينية. جميع السلع متوفرة بكميات وفيرة، بيتم استعاضة يوميا للمباع من النهاردة، من اليوم سيبدأ صرف المنظومة التموينية لشهر سبتمبر للتجار التموينيين. طبعا بالنسبة للمستهلك بيبتدي صرف المنظومة التموينية الخاصة به من يوم 1/9. التأكد من وجود السلع التموينية اللي هو صرفها أصلا من فرع الجملة، مثلا هنشوف الصلاحية الخاصة بالسلع اللي هو أصلا موجودة في داخل المنفذ، بنشوف جودة السلع، بنشوف ان هو اصلا في تعامله مع المواطن هو ملتزم حتى بالمبلغ للمواطن مستحقه في الصرف، هو فعلا بيدي المبلغ الزياده بتاع القيمه الزياده اللي هي زادت على المقررات التموينيه. الحكومه حددت كميه السلع لكل اسره زيادة الشهرية والمحددة ب100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، وصولاً ل300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر، وذلك بعد قرار الحكومة بصرف الزيادة في صورة سلع تموينية وليس دعماً نقدياً. طبعاً بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملنا الحزمة الاجتماعية الإضافية. هو أمر بعمل حزمة اجتماعية إضافية 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه لأصحاب البطاقات التموينية اللي هم المستحقين لزيادة الدعم لمدة 6 شهور. عبارة عن إيه؟ عبارة عن 100 جنيه للأسرة الواحدة في البطاقة، أو 200 جنيه للأسرتين، للأسرتين والثلاث أسر، و300 جنيه ما زاد عن 3 أسر. بالنسبة للزيادة، الزيادة حضرتك هي هتيجي حسب قرار معالي الرئيس، تمام؟ 100 جنيه للأسرة الواحدة و200 للأسرتين لو في البطاقة، و300 جنيه لو في 3 أسر في البطاقة. هيتم صرفها، تمام؟ لو مثلا بطاقة سي فرد واحد 49 50 جنيه، تمام؟ هيجي لها 100 جنيه مثلا زيادة، هياخد الزيت والسكر، تمام؟ وباقي الدعم هياخده من باقي السلع المنظومة التموينية. إجراءات تتخذ تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. في سوق المال، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو شراء مقابل مبيعات للعرب والأجانب. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة داخل المقصورة 689.7 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10287 نقطة، تراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2210 نقاط، وارتفع بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3171 نقطة ليرتفع بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.13 للشراء و19.24 جنيها للبيع،
بالنسبة لليورو وصل إلى 19.5%، 19.17%. الجنيه الإسترليني 22.47%، 22.60%. الدرهم الإماراتي 25%، 25%. أخيرا الريال السعودي 5.9%، 5.12%. قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داكسو إنه من المفترض أن يساعد ضعف العملة الوطنية اقتصاد البلاد، مضيفا أنه يتوقع تجديد السياسة النقدية بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة. من جانبه ذكر البنك المركزي بكوريا الجنوبية أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع حتى يتراجع التضخم، مضيفا أنه لن يكون بوسعها على الأرجح التوقف عن تشديد سياسته النقدية قبل أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بذلك. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى ريهام الديب ومحمد عبدو، إليكم. شكرا رغدة. أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك عددا من الأقمار الاصطناعية إلى مدار أرضي منخفض. من المقرر أن يوفر 54 قمرا اصطناعيا من كوكبة الأقمار ستارلينك إنترنت على السرعة، ينتقل في زمن أقل إلى المواقع النائية والريفية في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب مسؤولي سبيس إكس. نهاية نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مدبولي يستعرض مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم قطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد. الرئيس العراقي يلتقي الكاظمي ويؤكد أهمية الحوار الجاد للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية. وكالة الطاقة الذرية تؤكد عمل أنظمة الأمان في محطة زابوريجيا وتقول إن النشاط الإشعاعي ضمن نطاقه الطبيعي. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.